زوار مساء الجهة الكرام، من بين المنظمين لندوة تزامنا مع اليوم العالمي للهجرة الأستاذة عيشة شكران، رئيسة جمعية سيدات الأعمال بغرفة التجارة والصناعة والخدمات. نعم أستاذة، ما هي انتظاراتكم من الأهداف ديالكم من تنظيم هذه الندوة؟ هذه الندوة هذا نداء صاحب جلالة نصره الله بشراكة مع الأفارقة، إخواننا الأفارقة في المغرب، ونحن بصدد أن نلبي بعض الرغبات، لا نقول الكل ولكن بعض الرغبات في إطار شراكة معهم بجميع المقاييس التي يرونها كالطفل والمرأة والتشغيل والسكن. الهدف من الجمعية ديالكم أنها تواكب هذه الأفارقة من أجل تسهيل الاندماج ديالهم. تسهيل الاندماج وتسهيل حتى العلاقات بيننا، لأن هناك يروح أن هذه تمييز ولا لكن يعني زعما نعم لكن الفرق بين زعما بيننا وبينهم، وكاين الفرق نعم. نحن جميعا أفارقة، نعم احنا لسنا من القارة الأخرى، نعم قارة واحدة هي القارة الإفريقية، لذا فهم إخواننا، نعم إخواننا الأفارقة، ويجب أن نساعدهم بقدر الإمكان، نعم حتى تكون لهم العيش الكريم وتكون لهم سكن كريم، نعم وعلاقات اجتماعية إنسانية خدماتية، نعم يعني حتى نسيروا نعم. بماذا خرجت هذه الندوة؟ لا سيما بأنه ثلاثة ديال الجمعيات اللي شاركوا في التنظيم ديالها.